استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة أيده الله في قصر الصخير هذا اليوم صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، والفريق الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، والعقيد الركن سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة، وسعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان وعددا من كبار الضباط. وخلال اللقاء اطلع جلالته أيده الله على الخطط المستقبلية لتطوير وتحديث أسلحة وحدات قوة دفاع البحرين، حيث أعرب جلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة رعاه الله عن اعتزازه بقوة دفاع البحرين ورجالها البواسل وما يتميزون به من شجاعة وإقدام لتنفيذ المهام المناطة بهم على الوجه الأمثل، مؤكدا أيده الله أنهم موضع تقديرنا الكبير وفخر للبحرين وأهلها دائما، شاكرا جلالته لهم جميعا الجهود التي يبذلونها بكل عزم وإخلاص حماية لنهضتنا الوطنية الظافرة التي حققها أبناء البحرين بتكاتفهم وتعاضدهم معا. أشاد جلالته أيده الله بالدور المهم الذي تطلع به قوة دفاع البحرين ضمن الجهود النبيلة بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والحليفة في تأمين حرية الملاحة البحرية في المنطقة بما يعزز مسار التجارة العالمية، متمنيا للجميع دوام التوفيق.